يعني نتوقف قليلا أستاذة مها مع زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز من موسكو اللي بينضم إلينا الآن لإطلاعنا على آخر وأهم التطورات اليوم في المشهد الروسي الأوكراني. إليك حسين. تحياتي. في البداية، القوات الروسية اليوم تواصل عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث أعلن وزير الدفاع سيرجي شيغو عن وصول أكثر من 200 ألف مقاتل إلى مراكز الاستدعاء التابعة إلى وزارة الدفاع. هؤلاء المقاتلين يتلقون تدريبات عسكرية سريعة على معظم الأسلحة التي تستخدمها القوات الروسية في المعارك وضد الجيش الأوكراني. مدن التي تستقبل المقاتلين من فئة الاحتياط هي مدن حدودية مع دولة أوكرانيا. هذه المدن هي روستوف وبلغراد، إضافة أيضا إلى عدد من المدن لم تذكر أسماؤها جميعها وزارة الدفاع الروسية اليوم. أيضا أشارت الدفاع على لسان المتحدث الرسمي باسمها إيغور كوناشينكوف عن تحييد عدد كبير من المقاتلين الأوكران في ضربات عالية الدقة تستهدف مراكز تواجدهم في إقليم دونيتسك. أيضا تم تدمير منشآت عسكرية أوكرانية بشكل كبير، بالإضافة إلى مدرعات وآليات تابعة إلى الجيش الأوكراني. وأيضا في التطورات العسكرية، تتقدم القوات الروسية في محور إقليم دونيتسك، وعلى جبهة لوغانسك استطاعت القوات الروسية وقوات لوغانسك من صد الهجوم الأوكراني أو محاولة اختراق القوات الأوكرانية لإقليم لوغانسك من محور كريمينا. وبعد السيطرة الأوكرانية على بلدة كراسني ليمان، هذه البلدة التي شهدت معارك خلال الأيام القليلة الماضية، تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة عليها بشكل كامل، وعملت على التقدم نحو بلدة كريمينا من أجل اختراق محور لوغانسك. لكن القوات الروسية وقوات لوغانسك استطاعوا من التصدي ومنع اختراق الإقليم من قبل الجانب الأوكراني. أيضا في الداخل الروسي، الجميع يؤكد من قبل الخبراء والمراقبين على أن الأيام القليلة المقبلة ستكون أيام تصعيدية، أو سيتزامن التصعيد هذه الأيام نظرا إلى وصول المقاتلين الذين تم استدعائهم إثر التعبئة الجزئية أو قرار التعبئة الجزئية. أيضا روسيا ستستخدم أسلحة حديثة أكثر من الأسلحة التي استخدمتها منذ بداية العملية العسكرية. طبعا أيضا الأهداف الروسية ستتوسع، ومن الممكن أن تكون العاصمة الأوكرانية كييف من محور الأهداف أو من أبرز الأهداف الروسية في الأيام والأسابيع المقبلة، إضافة أيضا إلى التعويل الروسي على فصل الشتاء وما سيحمله هذا الفصل من تبعات اقتصادية وأزمات اجتماعية على الدول الأوروبية. نعم حسين، عندما نتحدث عن هذه الأزمة لا يمكن أن نغفل الحديث عن الدول الأسيوية الحليفة للغرب، وسؤالنا الآن ومتعلق قطعا بالمراكز البحثية الأوروبية وتعاملها مع هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية التي وضعتها مراكز الأبحاث الروسية في تعاملها أو سيناريوهات تعاملها مع هذه الدول الحليفة للغرب؟ هنا للإشارة وقبل الإجابة على السؤال، إلا أن منذ قليل المتحدثة باسم الخارجية الروسية أعربت عن أملها في أن تقوم السلطات الكازاخية بطرد السفير الأوكراني لدى أستانا، وبعد تحريض السفير الأوكراني المواطنين ودولة كازاخستان، إضافة إلى المواطنين في أوكرانيا، على قتل الشعب الروسي. منذ قليل ماريا زخارفا أعلنت عن أن الخارجية الروسية استدعت السفير الكازاخي لدى موسكو، وأعربت عن أملها في أن يتم أو تتخذ السلطات الكازاخية قرارا بفصل أو بإعلان مغادرة السفير الأوكراني لدى كازاخستان. ومن هذا الحديث أدخل على السؤال، وللإجابة على السؤال بالتأكيد الدول الأسيوية أو أن يمكن أن نصنفها الدول السوفيتية السابقة، روسيا تعتبرها على أنها دولا شريكة لها، دولا حليفة، إضافة أيضا إلى الصين والهند. روسيا تعول على هذه الدول وتحديدا في المجال الاقتصادي ومجالات الطاقة والنفط. المؤتمرات الأخيرة التي عقدت على الأراضي الروسية وتحديدا منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إضافة إلى منتدى فلاديفوستوك، خلال هذه المؤتمرات روسيا أبرمت
عدد كبير من الصفقات مع الدول الآسيوية. هذه الصفقات الخبراء تحدثوا عن أنها فاقت مئات المليارات من الروبل الروسي، إضافة إلى عملات الصين وعملة الهند. أيضا على الدول السوفيتية السابقة، روسيا تعمل مع هذه الدول في عدة منظمات وعدة مشاريع، ومن أبرزها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إضافة أيضا إلى منظمة شنغهاي وعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع هذه الدول خلال السنوات المقبلة. لا يمكن للدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة في أن تشط العلاقات بين روسيا من جهة وبين هذه الدول من جهة أخرى، نظرا إلى حاجة هذه الدول إلى الصوت الروسي. تحديدا عن الدول السوفيتية السابقة، تحدث معظم شعوب هذه الدول يعمل على الأراضي الروسية، إضافة إلى حاجة هذه الدول إلى روسيا من مجال الطاقة، إضافة إلى المنتجات الزراعية والمواد، وإضافة أيضا إلى المصادر أو الموارد الاقتصادية. نعم لا يمكن لهذه الدول أن تتخلى عن روسيا، إضافة أيضا على أن روسيا في شهر ما أو في يوم ما هي من حمت هذه الدول من الضغط الغربي ومن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة. على ما يبدو فإن الدولة الروسية متجهة أكثر نحو الشرق ونحو الدول الآسيوية. في الأشهر المقبلة هناك الحديث عن عقد مزيد من المؤتمرات والاتفاقيات بين روسيا من جهة وبين هذه الدول من جهة أخرى، لمواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الاقتصاد الروسي. وهنا يجب الإشارة إلى أن روسيا بدأت هي والصين بالابتعاد كليا عن الدولار، عن العملة الأمريكية الدولار، وبدأت روسيا تبيع النفط أو عفوا الغاز إلى الصين بعملتي البلدين، اليوان الصيني والروبل الروسي. روسيا تؤكد على أن بعد 24 من فبراير العالم شهد أقطاب جديدة على الساحة الدولية، والعملية العسكرية كانت من أبرز الأسباب التي ساعدت في تسريع ظهور عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن القطب الواحد وهو القطب الأمريكي. نعم حسين، يعني بالتأكيد تتابع تحليلات المراكز البحثية الروسية، والنقطة الفاصلة ربما في مسيرة الحرب الروسية الأوكرانية كانت التحركات العسكرية البرية وسيطرة القوات الروسية على بعض المناطق الأوكرانية. إلى أي حد اختلفت تحليلات مراكز الأبحاث في روسيا قبل هذه المرحلة عن بعدها؟ قبل العملية العسكرية، جميع المراكز هنا ومراكز الدراسات وأيضا الخبراء والمراقبين، الجميع كان يؤكد على أن روسيا من غير الممكن أن تدخل عملية عسكرية في أوكرانيا. جميع الخبراء تحدثوا عن أن الحرب بعيدة جدا، وأن الدولة الروسية تطالب الغرب عبر القنوات الدبلوماسية بضرورة تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا، وأيضا بضرورة الضغط على القوات الأوكرانية من أجل توقيف أو توقف عن استهداف أراضي دونباس وسكان الدونباس الذين عانوا من القصف الأوكراني العشوائي طيلة الفترة السابقة، وتحديدا منذ العام 2014. لكن بعد التاريخ 24 من فبراير وبعد بدء روسيا عملية عسكرية، بالفعل بدأت بعض المراكز تتحدث عن أسباب هذه العملية. الجميع هنا يربط أن أسباب هذه العملية أو السبب الأول أو المحور الأول في دوافع القوات الروسية لبدء عملية عسكرية كان إعادة الأمن إلى منطقة الدنباس، وأيضا لكي يتمكن سكان هذه المنطقة من العيش بسلام ويبتعدوا عن القصف العشوائي الأوكراني الذي كانوا يتعرضوا إليه خلال الفترة السابقة، إضافة أيضا إلى مكاسب اقتصادية وجيوسياسية ممكن أن تحققها القيادة الروسية من هذه المعركة. لكن بعد ما بدأت القوات الأوكرانية باستعادة بعض المناطق أو بعض البلدات من القوات الروسية، بالتأكيد بعض المراكز بدأت تؤكد على أن يجب على القوات الروسية تقديم ضغوط أكثر وأيضا استخدام يبدو أنه الاتصال انقطع مع زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز في موسكو. بنشكرك جدا يا حسين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.